السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. خلصنا مع بعض الوحدة الأولى اللي هي بتتكلم عن الاحتكاك، ندخل على الوحدة التانية. الوحدة التانية دي بقى عن الأحياء، عن جسم الإنسان. أول حاجة، أول درس فيها الجهاز الدوري في الإنسان، أو اسمه الجهاز الدوري والدوران. تاني درس اسمه الجهاز الإخراجي في الإنسان أو الإخراج في الإنسان. المهم إن احنا هنعرف جسمنا، هنعرف فيه إيه حاجتين، الجهاز الدوري والجهاز الإخراجي. يلا نبدأ بسم الله. في أول درس هناخد الجهاز الدوري في الإنسان. هنعرف في الدرس ده إيه أهمية الجهاز الدوري، إيه هو الجهاز الدوري ده أصلا، بيتركب من إيه، مكوناته ديت، كل مكون فيهم بيعمل إيه أو وظيفته إيه. هناخد كل حاجة فيه بالتفصيل. هنعرف الدورة الدموية في جسمنا، المسار اللي ماشي فيه الدم في جسمنا، هنعرف إيه الأمراض اللي بتصيب الجهاز الدوري، وإزاي نقدر نحافظ على جهازنا الدوري من الأمراض دي أو من أي أمراض تانية. تمام، يلا نبدأ بقى بسم الله. اول حاجة الجهاز الدوري دوت اهميته ايه؟ اهميته ايه؟ هو بينقل، هو ناقل، هو الجهاز الناقل في الجسم. بيعمل ايه؟ بينقل الغذاء المهضوم، بينقل الاكسجين، بينقل الفضلات، بينقل ثاني اكسيد الكربون، بينقل اي حاجه حلوه واي حاجه وحشه. الحاجه الحلوه زي ايه؟ الغذاء المهضوم والاكسجين، دول جسمي محتاجهم، فهينقلهم يوزعهم على اجزاء الجسم. طيب، وهينقل الحاجات الوحشه اللي هي زي ايه؟ ثاني اكسيد الكربون والمواد الاخراجيه والفضلات. هينقلهم يوديهم فين؟ هيوديهم لاعضاء الاخراج عشان يخرجوا بره جسمي، وده هنتكلم عنه في الدرس التاني بالتفصيل. تمام، يبقى هو الناقل، بينقل اي حاجه في الجسم، هو اللي بيوزع اي حاجه، بياخد اي حاجه من اي حته يوديها في الحته التانيه. ماشي، ده باختصار اهميه او وظيفه الجهاز الدوري. طب هو ايه الجهاز الدوري ده اصلا؟ عباره عن ايه الجهاز الدوري ده؟ الجهاز الدوري ده هو تكوينه 3 حاجات: قلب دم اوعيه دمويه، قلب دم اوعيه دمويه. طيب نمسك القلب كده بالراحه واحده واحده. القلب اول حاجه عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده، القلب ده عبارة عن عضو عضلي أجوف. يعني ايه عضو عضلي أجوف؟ يعني هو عبارة عن عضلة زي جسمنا، زي معظم جسمنا، ما هو عضلات. مش احنا من ساعات بنقول عضلة القلب وجعانة او كده؟ هو القلب ده عبارة عن عضو عضلي، يعني عبارة عن عضلة. أجوف يعني ايه؟ يعني فاضي من جوه. تعالوا نشوف المجسم اللي هيوضح لنا الكلام ده. دلوقتي ده القلب اللي معايا، ده القلب من الخارج، ده القلب. تمام يا سنة خمسة. طيب القلب ده بيقول لك ان هو عبارة عن عضو عضلي اجوف. يعني ايه؟ ادي هو عضو عضلي اهو، هو عبارة عن عضلة. اجوف يعني ايه؟ يعني فاضي من جوه. اجوف يعني ايه؟ يعني فاضي من جوه. يعني انا لو مسكته فتحته كده من جوه هلاقيه فاضي. بصوا، عبارة عن تجاويف ازاي؟ فاضي، عامل زي الازازة ما بتفتحيها من جوه، ما بتفتحها من جوه كده. هو عبارة عن عضو عضلي اجوف. تمام، موجود فين القلب؟ موجود في التجويف الصدري ما بين الرئتين، بس مايل شوية ناحية اليسار، ناحية الشمال. تمام، ده مكانه. طيب القلب دوت حجمه ايه؟ في حجم قبضة اليد، في حجم قبضة اليد. يعني اعمل ايدك كده، القبضة كده، هو في الحجم ده، مش اكبر من كده ولا اصغر، قلبك في حجم قبضة ايدك. طيب مكوناته ايه او تركيبه ايه القلب دوت؟ احنا شلناه من بره، شلنا شكله من بره عشان نشوفه من جوه بيتركب من ايه. بصوا، بيتركب من 4 اوض، في 4 حجرات اهم، 4 اوض. يبقى 4 حجرات او 4 غرف. ادي 1 2 3 4، 4 حجرات او 4 غرف. تمام، عبارة هو اصلا القلب عبارة عن ايه؟ جزئين، جزء يمين وجزء شمال، جزء يسار، جزء ايسر وجزء ايمن. بيفصلهم ايه؟ بيفصلهم في النص الحيطة دي، اسمها جدار عضلي. يبقى القلب بيتكون من ايه؟ 4 اوض وصالة. 4 اوض اهم وصالة اللي في النص، الصالة دي اللي هي الجدار العضلي اللي بيفصل الجانب الأيسر عن الجانب الأيمن. طيب الجدار العضلي دوت لازمته ايه؟ بيعمل ايه؟ يعني موجود في القلب ليه؟ ليه حيطة سد كده ما بين الجزء اليمين والجزء الشمال؟ وظيفته ايه او اهميته ايه؟
بيمنع اختلاط الدم المؤكسج بالدم الغير مؤكسج. هنفهم بالتفصيل يعني ايه دم مؤكسج ودم غير مؤكسج لما نيجي نشرح الدورة الدموية او مسار الدم دي، هنفهمها بالتفصيل. دم بس باختصار، دم مؤكسج يعني دم فيه اكسجين، دم نظيف وحلو وجسمي محتاجه. دم غير مؤكسج يعني دم فيه ثاني اكسيد الكربون، يعني دم ملوث مش حلو وجسمي مش محتاجه. تمام، ده باختصار. الجانب القلب، احنا قلنا ان القلب عبارة عن جنبين، الجانب الايمن من القلب، الجانب الايمن ده بيبقى فيه دم غير مؤكسج، والجانب الايسر بيبقى فيه دم مؤكسج. الحيطه دي بقى اللي هو الجدار العضلي اللي ما بينهم في النص، هو اللي بيمنع ان الدم اللي هنا يختلط بالدم اللي هنا، عشان لو اختلطوا ببعض الانسان لا قدر الله هيموت. تمام، ادي اول حاجه معانا وظيفه الجدار العضلي. اعمل بقى جدول كده واكتب الحاجه ووظيفتها لحد ما نخلص الدرس ده، والدرس اللي بعده برضو في حاجات فيها وظائف. تمام، اعمل الجدول كده عشان تسهل على نفسك. اول حاجه معاك في الجدول اللي هو الجدار العضلي. طيب شايفين ما بين، احنا الاول قلنا ان هو القلب عبارة عن اربع حجرات. الحجرات دي او الاوض دي اسمها ايه؟ الاتنين اللي فوق دول، شايفين الاتنين دول؟ الاتنين دول اسمهم اذينين، ده اذين وده اذين، ده اذين ايمن وده اذين ايسر. تمام، ده اذين ايمن وده اذين ايسر. طب الاتنين اللي تحت الطوال الكبار دول، ده بطين ايمن وده بطين ايسر، ده بطين ايمن وده بطين ايسر. تمام كده، عرفنا ان في حجرتين فوق وحجرتين تحت، حجرتين علويتان وحجرتين سفليتان. الاتنين اللي من فوق اسمهم اذينين، افتكرهم بان ودانك فوق وبطنك تحت، يبقى اللي فوق اسمهم اذينين واللي تحت اسمهم بطينين، ده اذين وده بطين، ده اذين وده بطين. خلاص يا سنة خمسة. طيب ده تركيب القلب. القلب اصلا وظيفته ايه او اهميته ايه؟ بيضخ الدم يوزعه على جميع اجزاء الجسم. تمام، طيب دلوقتي احنا قلنا ان القلب عبارة عن اربع حجرات، اللي فوق اذين واللي تحت بطين. لو تلاحظ ما بين الاذين والبطين في حتة بارزة كده، ده داخل لجوه ده داخل لجوه، وفي حتة بارزة ما بينهم، في فاصل ما بينهم، بين كل اذين وبطين في فاصل. الفاصل ده اسمه ايه؟ اسمه صمام. اسمه ايه؟ صمام. الصمام ده بيعمل ايه او اهميته ايه؟ موجود ليه؟ عشان يسمح بمرور الدم من هنا لهنا، يسمح بمرور الدم من الاذين يروح للبطين، من الاذين يروح للبطين، ما يسمحش برجوعه مرة تانية. يعني الدم بيمشي من فوق لتحت، من فوق لتحت، ما ينفعش يمشي من تحت لفوق. تمام، ما ينفعش يمشي في الاتجاه التاني. يبقى عندك حاجة تاني، حاجة ليها وظيفة هتكتبها في الجدول، اللي هو الصمام. الصمام بيعمل ايه وموجود فين؟ موجود بين الاذين والبطين. بيعمل ايه؟ بيسمح بمرور الدم من الاذين للبطين ولا يسمح برجوعه مرة اخرى، وده هنفهمه برضو بالتفصيل لما هنيجي نشرح الدورة الدموية. احنا كده بنرمي مبادئ عشان لما نيجي نشرح الدورة الدموية نبقى فاهمين الدم ماشي منين رايح فين. تمام، يبقى كده معانا الجدار العضلي ومعانا الايه؟ الصمام. اكتبهم في الوظيفة عندك في الجدول، اكتب كل حاجة ووظيفتها عشان ما تنساش وما تتلخبطش. طيب كده خلصنا القلب، ندخل على تاني حاجة اللي هو الدم. تاني حاجة اللي هي الدم، تاني حاجة من تركيب الجهاز الدوري اللي هو الدم. طيب الدم ده بيعمل ايه؟ اولا الدم ده حجمه من 5 لـ 6 لتر. الدم دوت بيتكون من اربع حاجات: كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، صفائح دموية، وبلازما او خلايا دم بيضاء، خلايا دم حمراء. يعني هتقولها كرات هتقولها خلايا. طيب دلوقتي كل واحدة فيهم بتعمل ايه؟ زي ما مكتوب عندك كده. دلوقتي خلايا الدم الحمراء اهم حاجة فيها ان هي عديمة الانوية، ما فيهاش نواية. خلايا الدم الحمراء او كرات الدم الحمراء ما فيهاش نواية، لان دايما بتيجي في اخطر وفي اكمل، يقولك خلايا عديمة الانوية. تمام، طالما قلنا خلايا دم حمراء يبقى هي اللي بتدي الدم اللون الاحمر. مش انت دمك لونه احمر، هي اللي بتخلي الدم لونه احمر. طيب وظيفتها ايه؟ احنا قلنا ان الجهاز الدوري وظيفته ان هو ناقل، بينقل اكسجين، غذاء مهضوم، ثاني اكسيد الكربون، فضلات، اي حاجه بينقلها في جسمي. مين اللي بيعمل كده بالتحديد؟ مين اللي بيعمل عمليه النقل دي بالتحديد؟ هي خلايا الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء هي اللي بتعمل ده بالتفصيل. تمام،
طيب تاني حاجة، خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء دي اللي هي الجهاز المناعي في جسمك، هي دي اللي بتحميك من الأمراض والميكروبات والفيروسات وأي حاجة بتدخل جسمك، هي دي الجهاز المناعي، المناعة اللي في جسمك. طيب تالت حاجة الصفائح الدموية. الصفائح الدموية دي بتساعد على تجلط الدم، بتعمل على تجلط الدم. طب ايه ده، هي الجلطة دي حاجة حلوة دي حاجة وحشة؟ لا، الجلطة حلوة في حاجة، في حالة واحدة بس، لما تكون متعور، لما يكون في جرح وفي نزيف، في دم عمال ينزل من جسمك. لو الصفائح الدمويه ما عملتش تجلط للدم ده ووقفت النزيف، هتفضل تصفي 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 لحد ما تموت لا قدر الله. لكن سبحان الله الصفائح الدمويه دي بتعمل تجلط للدم في مكان الجرح عشان توقف النزيف. تمام. اخر حاجه في تكوين الدم البلازما. البلازما دي عباره عن سائل لونه اصفر، ديت الميه اللي ماشي فيها بقيه مكونات الدم كلها، الصفائح الدمويه وخلايا الدم البيضاء والحمراء، دي السائل اللي بيسبح فيه كل مكونات الدم دي. تمام. طيب ده الدم خلاص خلص. اخر حاجه في تركيب الجهاز الدوري الاوعيه الدمويه، ان شاء الله هنتكلم عنها المره الجايه، هي والدوره الدمويه والامراض وازاي نحمي نفسنا من الامراض دي وازاي نحافظ على جهازنا الدوري. كده خلصنا. ذاكروا بقى الدرس كويس، الجزئيه دي ذاكروها كويس، وحلوا عليها الاسئله، ولو وقفت قدامكم اي حاجه اسالوني. السلام عليكم.